السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية إيكول شاتلي. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو التعليمي. اليوم صفحة 19 من كتاب الجيد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. التمرين الرابع يقول أكتب قياس طول كل واحدة من القطعتين EF و CD. اسمع، بالسنتيمتر ثم بالمليمتر، ما قالكش قس. شي واحد منكم غيمشي يشد المسطره ويبدا يقيس هادو، لا، وقال لك اكتبوا قياس، هما راهم داير لك المسطره لراسهم، هما عابرينها. انت قرا غير التدريجات وقول له القياس شحال. بحال دابا هاد السي دي 1 سنتيمتر، 2 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 4 سنتيمتر وبعض المليمترات. انتما كتعرفوا بان كل سنتيمتر فيه 10 مليمترات، وهاد الشرطه الصغيره كتعني 5 ديال المليمترات، هي النص ديال السنتيمتر. اذا هذا 4 وفايته 5 مليمتر، 5 6 7. اذا شحال هي 4.7 سنتيمتر، ولا بغينا نقولوها بالمليمتر شحال نقولوا؟ مادام كل سنتيمتر كيساوي 10 مليمتر، يمكن كنضربوا في 10 راه كنزيحوا الفاصله، كنزيحوا الفاصله بدرجه. اذا شحال من المليمتر؟ هي 47 مليمتر. واضح. ندوزو لهنا الاو اف. الاو اف نشوفوا شحال فيها من سنتيمتر. هانت 1 2 ما وصلش 3، بقى لها مليمتر على 3، يعني هي 2.9 سنتيمتر. نشوفوا شحال كاينه من مليمتر، بطبيعه الحال كنضربوا في 10 كنزيحوا الفاصله هنا، كتولي عندنا 29 مليمتر. ملي كنضربوا في 10 كنزيحوا الفاصله لليمين، ملي كنقسموا على 10 كنزيحوا الفاصله لليسار. هذا هو التمرين 4. ندوزوا للتمرين رقم 5. التمرين رقم 5 يقول كتله 4 صناديق من البطاطس هي. قالك 4 صناديق ديال البطاطا، الوزن ديال هذه كتوزن 36 كيلو، الصندوق الاول. الصندوق الثاني كيوزن 3345 ديكاغرام، الصندوق الثالث كيوزن 31.5 كيلوغرام، والصندوق الرابع كيوزن 390 هكتوغرام. قالك ما هي الكتلة الإجمالية للصناديق الأربعة؟ جمعهم لي كاملا، حسب لي شحال الكتلة ديالهم مجموعا، يعني وزنهم، يعني دير التحويلات المناسبة، وضروري ما نديرو التحويلات المناسبة، نوحدو الوحدة، يعني نحسبو بالكيلوغرام. الوحده الاساسيه باش نوزنوا هي الكيلوغرام. اذا شنو غنديروا؟ غنحولوا هادو كاملين، هادي وهادي، غنحولوهم للكيلوغرام ونديروا الجمع باش نشوفوا الكتله الاجماليه للصناديق الاربعه. اذا شنو عن كتله 4 صناديق من البطاطس؟ هنا مكتوبه بوحدات مختلفه، هنا الكيلوغرام، ديكاغرام، كيلوغرام، هكتوغرام، خصنا نوحدوا الوحده، ماشي وحده بطاطا وحده مطيشه وحده بصله، خصنا نردوها حاجه وحده باش نقدروا نجمعوهم. كنديرو ونحطوهم في الجدول ديال التحويلات. ديما كنقول لكم كنربطو رقم الوحدات كنربطوه بالوحده المناسبه، 6 مع الكيلوغرام نحطو 6 في الكيلوغرام، والثلاثة في اليسار ديالها كما مكتوبه هنا. شنو موراها؟ 3345 ديكاغرام، الخمسه في الديكاغرام، فين الديكاغرام؟ ها هو، نديرو فيه الخمسه هنا. تبع معايا، حداها الربعه، موراها الثلاثه، وموراها ثلاثه اخرى كما كتشوفوا. هنا الكيلوغرام، انتبهوا من كيكون عندك هنا الفاصله ما تمشيش تلصق لي الخمسه، لصق لي الواحد في الوحده المطلوبه، يعني رقم الوحدات ديال الجزء الصحيح. واحد في الكيلوغرام، فين هو الكيلوغرام؟ ها هو الواحد، ثلاثه في اليسار ديالو، والخمسه من هنا. واضح. بقى لنا هذه الهكتوغرام، صفر يلصق في الهكتوغرام. تبعوا معايا مزيان، فين هو الهكتوغرام؟ ها هو، نحط فيه الصفر. واضح. شنو تابعوا؟ تابعوا 9 في اليسار، وتابعوا 3 عاود في اليسار. دابا ندير الجمع ديالي بحال كنجمع عمليه ديال الجمع. انتبهوا معايا، بحال كتسطر سطر ديال الجمع، تولي دير الزائد هنا، ونبداو نحسبوا بشكل عادي. 5 زائد لا شيء هي 5، 4 زائد 5 9، 6 زائد 3 9 زائد 1 10 زائد 9 19، نكتبوا 9 ونحتفظ بواحد. 3 زائد 3 6 زائد 3 9 زائد 3 12، والواحد هو 13. شفتوها؟ إذا شنو طالب مني؟ طالب مني هو قال كتلة 4 صناديق من البطاطس، ما هي الكتلة الإجمالية للصناديق الأربعة؟ نحسبوها بالكيلوغرام، لأن غالبية ديال الناس كيوزنوا الصنادق ولا بطاطا كيوزنوها بالكيلوغرام. نمشيو حنا للكيلوغرام ونديروا هنا الفاصلة. بغيت نوزنها بالديكاغرام نقول هذا العدد كامل، بغيت نوزنها بالهكتوغرام ندير الفاصلة هنا، بغيت نوزنها بالكيلوغرام عندي الفاصله هنا، لان ملي كتسمع كيلوغرام بحال هذا واحد الحيط كيتبنى وكدير عليه الفاصله. اذا 139.95، ها هي 139.95 الكتله الاجماليه للصناديق الاربعه باش بالكيلوغرام. ها هي مكتوبه هنا، معاودناها هنا،
حيت هذه بحال ما بايناش مزيان هاد التسعد. ندوزو للتمرين رقم 6 وديما معنا في اي تمرين كيتطلب التحويلات ديما معنا جدول التحويلات يكون واجد. سادسا قالك انقل ثم احول كل قياس للوحده المطلوبه. نشوفوا الف قالك واحد هكتومتر شحال فيه من كيلومتر. تابع معايا مزيان، واحد هكتومتر على نسق واحد هكتومتر شحال فيه من كيلومتر؟ ها الكيلومتر، اذا كنديروا 0.1. نجيو موراها، واحد متر شحال فيه من كيلومتر؟ فين هو المتر؟ ها هو المتر. واحد متر شحال فيه من كيلومتر؟ كنجيو 0.0. اذا 0.001، 0.001 واضح. واحد سنتيمتر شحال فيه مليمتر؟ نجيو سنتيمتر وحط الواحد ونشوفوا شحال فيه مليمتر. بطبيعة الحال فيه 10 مليمتر. اللي موراه واحد متر شحال فيه من ديكامتر؟ فين هو المتر؟ ها هو الديكامتر، ها هو. اذا شحال فيه من ديكامتر؟ فيه 0.1 ديكامتر. هنا عندنا 7.28 ديكامتر شحال فيها من ديسيمتر. ديما كننبهكم رقم الوحدات هو اللي تربطه بالوحده. 7 تحطها في الديكامتر، حطها هنا غاتجيك ساهله. الجوج راه في اليمين ديالها، و8 راها كتكمل عادي. وكتقول لهم شنو طلبتوا مني؟ تعاود شنو طلبتوا مني؟ ديسيمتر ساهله. اذا هنا غنوصل للديسيمتر وندير هذا كامل. شحال هي؟ 728 ديسيمتر. واضح. هنا شنو مطلوب مني؟ 129 سنتيمتر. قلت لكم كما قلت لكم بان رقم الوحدات هو اللي كيلصق في الوحده. ما نخممش دابا في هذه، نساها نساها. فكر لي غير في هذه، تسعود حطها لي في السنتيمتر. ها تسعود في السنتيمتر، الجوج حداها على اليسر، الواحد حداها. دابا عاد قول لهم شنو بغيتو مني؟ بغيتو مني المتر. ها هو، فين هو المتر؟ هنايا. وكندير الصور هنا بحال كندير واحد الصور هنا. اذا هاد الصور هذا اش كيعني عندنا؟ هو الفاصله في الرياضيات. اذا هي 1.29، 1.29 واضح. ندوزو لهذه اللي موراها 3.5 كيلومتر. شنو اللي عربطو بالكيلومتر؟ بطبيعه الحال كما قلت لكم الوحدات ديال الجزء الصحي هو 3. 3 نحطها في الكيلومتر. فين هو الكيلومتر؟ ها هو، نحط فيه 3. شنو موراه من هنا على اليمين؟ هي 5. دابا عاد نفكر شنو مطلوب مني. شنو مطلوب مني؟ المتر. نقلب على المتر، فين هو؟ ها هو المتر. اذا نحط هنا 0 تناسب، لان هنا بحال كدير الصور، بحال في المتر درتي الصور، هي 3500 متر. 3500 متر واضحه. شنو بقات لي الاخيره؟ بقات لي 0.45 ديسيمتر شحال فيها من سنتيمتر. انا غنمشي للصفر، هي اللي رقم الوحدات ديال الجزء الصحيح. الصفر نحطو فين؟ في الديسيمتر. فين هو الديسيمتر؟ ها هو. شنو حداه على اليمين؟ 4 ثم 5. دابا عاد نفكر شنو مطلوب مني. مطلوب مني السنتيمتر. فين هو السنتيمتر؟ هو هذا. هنا ندير الصور، ندير واحد الحائط. شنو هو الحائط في الرياضيات؟ هو الفاصله. اذا 4.5 سنتيمتر، ونكتبها هنا، نكتب 4.5 سنتيمتر. نشوفوا النتائج، نقربوا النتائج، نعاودوهم. 1 هكتومتر يساوي 0.1 كيلومتر. 1 متر يساوي 0.001 كيلومتر. 1 سنتيمتر يساوي 10 مليمتر. 1 متر يساوي 0.1 ديكامتر. رجعوا لهذا ديال باء، 7.28 ديكامتر تساوي 728 ديسيمتر. 129 سنتيمتر كيساوي 1.29 متر. 3.5 كيلومتر يساوي 3500 متر. 0.45 ديسيمتر يساوي 4.5 سنتيمتر. نمر الآن التمرين رقم 7. التمرين رقم 7 يقول لك: اشترت سيدة 5 كيلوغرام من الزبدة واستعملت منها في صنع 3 أنواع من الحلويات المقادير التالية. هنا دارت 3 أنواع الحلويات. دارت الزبدة، دارت في واحد النوع ديال الحلوى دارت فيه كيلو 300 غرام. نوع آخر دارت فيه 300 غرام. ونوع آخر دارت فيه نص كيلوغرام. واحد على جوج هي نص كيلوغرام. كما هي بالكيلوغرام كتلة الزبدة التي لم تستعملها هذه السيدة؟ هي جابت 5 كيلو ودارت هذه الحلوى، خسرت منها هذا الشيء وخسرت منها هذا الشيء وخسرت منها هذا الشيء. إذا شحال شاط ليها؟ الحاجة اللي ما استعملتهاش هي شحال شاط ليها من الزبدة؟ هنا ديما كيعطيوك وحدات مختلفة. هنا الكيلوغرام، هنا الجرام، هنا الكيلوغرام والجرام. وهنا طالب منك شحال شريطة ديال الكيلوغرامات، مع العلم أنها شارية 5 كيلو. واضح؟ إذا نحطوا جدول التحويلات ونخدموا الطريقة ديالنا. إذا هي عندها 5 كيلو، نحاولوا نجمع هذا الشيء اللي خسرت انطلاقا من جدول التحويلات، نديروا له الجمع وعاد نشوفوا شحال بقى لها. هذا واحد على جوج كيلوغرام ما ندوخكمش، هي نص، هي 0.5. غنديروهم كلهم، غنديروهم بجدول ديال التحويلات. 1 كيلوغرام و300 غرام. 1 كيلوغرام فينا هو؟ كنحط واحد هنا في الكيلوغرام. 300 غرام كنبدا رقم الوحدات مع الغرام كما كنقول لكم ديما. إذا 0 في الغرام،
كيجي حداه الصفر اللي حداه وكتجي حداه ثلاثة. احنا تهنينا من هذه 300 غرام الاخرى نزيدوها عليها الصفر ثاني في الغرام. اذا نحط الصفر هنا نديرها بلون مغاير باش تبان لكم، الصفر حداه وتجي حداه ثلاثة. تبع معايا شنو بقات لي؟ بقات لي 0.5 كيلوغرام، 0.5 كيلوغرام. شوف معايا الصفر في الكيلوغرام، اذا الصفر في الكيلوغرام هو هنا والخمسة تكون هنا. دابا شنو خصني ندير؟ خصني ندير الجمع بطبيعة الحال، الجمع ودير الزائد ونشوف شحال خسرات هاد السيدة هادي. شحال خسرات؟ الصفر الصفر مع الصفر صفر، ثلاثة وثلاثة ستة، والخمسة 11. نكتب واحد ونحتفظ بواحد، الواحد زائد الصفر واحد، والاحتفاظ هي اثنان. اذا دابا باش ما بغاونا نحسبوها كنحسبوها ها باش مزيان جدول التحويلات. قالك بالغرام عاد تقول له 2100 غرام، قالك بالديكاغرام عاد تقول له 210 ديكاغرام، قالك بالهكتوغرام عاد تقول له 21 هكتوغرام، قالك بالكيلوغرام عاد تقول له خسرت 2.1 كيلوغرام. ساهل جدول التحويلات، قالك قول له تخير ليا باش بغيتي نعطيك. بالغرام ها هو كامل، ديكاغرام حد هنا 210، هكتوغرام 21، الكيلوغرام 2.1. واضح؟ اذا هي خسرت 2.1 كيلوغرام. اذا اللي عرفنا بان المراه خسرت 2.1 كيلوغرام ياك، ولكن هو ما عندوش الغرض بشنو خسرت، هو كيقول لك قول لي شحال شاط لها. اذا شحال شاط لها شنو عندي له؟ عندي له 5 كيلوغرام، نقصوا منها 2.1. واضح؟ ونديروا العمليه قدامكم تشوفوها. اذا 5 ناقص 2.1، باش ما تدوخوش دير حتى هذه فاصله صفر وتهنى. صفر ناقص واحد لا يمكن، والصفر ما نقصوش منه واحد. اذا كنتسلفوا، منين غنتسلفوا؟ غنتسلفوا من هاد الجار، نقول له سلفينا الله يهديك راه واقف علينا هاد الواحد خصو. اذا كتقول كتسلف من هذا وكتقول له انا رديتها لك العقل. 10 ناقص واحد هي 9، هنا نزلوا الفاصله بعدا، و5 ناقص 3 هي 2، اذا هو 2.9 كيلوغرام هي اللي شيطت ديك السيده. اذا الباقي هو 2.9 كيلوغرام من الزبده. شحال بقات لها من الزبده اللي ما استعملتهاش؟ هي هذه. ما هي بالكيلوغرام كتله الزبده التي لم تستعمل هذه السيده؟ هي هذه 2.9 كيلوغرام. واضح؟ السؤال الثامن يقول لك لدينا القياسات التاليه، هذه القياسات هادو هما قدامك، ما اطول، نشوفوا الطويل فيهم، وما اقصر هذه القياسات، ثاني نشوفوا القصير فيهم. في باء قال لك ارتب من الاصغر الى الاكبر هذه القياسات باستعمال الرمز اصغر بطبيعه الحال. اذا هنا خصنا نستعملوا جدول ديال التحويلات باش تسهل علينا، وعندك هذا العدد الكسري خصك تخرجوا، هذا العدد الكسري خصك تخرجوا باش تعرف شحال كتساوي. علاش خصنا نخرجوه؟ لان ما عمرنا جدول التحويلات غنديروا فيه عدد كسري، ما يمكنش. يمكن نخرجوه 3 على 4، 3 مقسوم على 4 كتجينا 0.75. دابا ممكن نحطوه في جدول التحويلات هذا، دابا نحطوهم كاملين ونشوف شكون الكبير شكون الصغير. تبعوا معايا مزيان الطريقه باش تفهموها، تابعوا معايا مزيان وشوفوا شنو غندير. 6 متر، اذا هاد 6 نحطها في المتر، نجي لهنا المتر فين هو؟ ها 6 ياك، موراها 3 هكتومتر و57 متر. حطوا 3 في الهكتومتر، ندير بلون مغاير، 3 هكتومتر وشحال من متر؟ 57. اذا 7 في الوحدات والخمسة في العشرات، كل حاجه غنديرها بلون باش ما تدوخوش. شنو تابعها؟ تابعها 450 متر، الصفر في المتر غنديروها بالخضر، 450 متر، 5 4 ياك. نجي ندير لون مغاير ثاني في اللي موراها، 37 هكتومتر، 7 في الهكتومتر، 37 هكتومتر، 7 في الهكتومتر، ثم 3 جاتنا هنا. واضح؟ دابا حنا صوبنا 4، باقي نزيدو 523 سنتيمتر. دابا نرجعو لذاك الزرق الاول اللي كتبنا به، 3 في السنتيمتر، ها السنتيمتر ها هو، قالك 523 سنتيمتر، 3 جوج على 5. هي 523 سنتيمتر درناها، بقاتنا دابا 0.75 كيلومتر. إذا الصفر غنحطوه في الكيلومتر، تابع معايا، الصفر غنحطوه في فين هي الكيلومتر؟ ها هي، الصفر غنحطوه في الكيلومتر، صفر ها 75 اللي حداه. شنو بقى لنا الأخرى؟ 53 ديكامتر، تابع معايا، 53 ديكامتر، غنحط 3 في الديكامتر. نديرها في الخضر ثاني، 3 في الديكامتر، فين هي الديكامتر؟ ها هي 53
ديكامتر. دابا صافي انتبهوا معايا، دابا سهلت علينا، دابا نسطرو، نحاول نسطرو باش ما يتخلطوناش، باش كل حاجه نخدموها بوحدها. سطرو ثاني هكا، سطرو هكا، ونسطرو هكا. شنو دابا بقى لنا؟ تبعوا معايا، بقى لنا نكملوا بالاصفار. اذا هذا الخوا هذا راه فيه الاصفار، اصفار كنكملوا بالاصفار باش تبان لك العدد. اذا الصغيور فيهم فين هو؟ هانت الصغيور فيها فين هو؟ هنا اللي فيه ها هو، حنا قدنا وهنا بالاصفار، شكون اللي فيه العدد الصغير؟ كما كتلاحظ صفر صفر. ما نديوش على هاد الاصفار هادو اللي مكتوبين هنا، ما نديوش عليهم باش ما يدوخوكمش، ما كانش خصني كاع نديرهم. اذا فين هو الصغير فيها؟ هو هذا، هو هاد 6 متر، هذا هو اصغرهم. لاحظتي لا تبع معايا مزيان، لا كاين واحد غلط، لا ماشي 6 هي 500 لان دايره 600 ولات، وهذه 523. اذا هذه هي اصغرهم، اصغر القياسات هو هذا 523. واطولهم نشوفوا فين هو اللي طويل كاع. هانت شنو الرقم اللي كبير؟ هو هذا واصل حتى 3 كيلومتر، يعني هي اللي شفنا قبيله 37 هكتومتر. واضح؟ اذا غنكتبوا اطول القياسات، اطول هذه القياسات، اطول هذه القياسات هو 37 هكتومتر، انتم شفتوا هو الكبير كاع. واقصرها هي 523، لان هذا اللي قلت لكم قبيله 600، راه 600 راه اكبر من 523. اذا اطول القياسات هو 37 هكتومتر، واقصر هذه القياسات هي 523 سنتيمتر. نشوفوا الترتيب، الترتيب من الاصغر الى الاكبر، غنبداو بهذا هو الصغير كاع، انا نحيدو الحاجه اللي دوزناها نحيدوها، هي 523 سنتيمتر. شنو كيتبعها؟ كما كتشوفوا شنو كتبعها هي هذه اللي دوختنا قبيله، هي 6 متر. شنو كتبعها؟ لاحظوا معايا مزيان، اللي كتبعها هي 3 هكتومتر و57 متر، هي هذه، لان هادو كاملين كبار منها، كنجي نقارنوا 3 4 7 7 5، اذا شكون الصغيره فيهم؟ هي هذه 3 هكتومتر و57 57 متر. نشوف شنو تبعها، لاحظوا معايا مزيان، اللي تبعها موراها هي هاد 450 متر. هانت 4 4 كلشي كبر منها، 5 و 7 و 7، اذا 450 متر هي اللي تبعها. نجيو لهنا، كملوا معايا، احنا باقي نتابعين. اذا هادو الاولى نمشاو، شنو هي تبعها؟ تبعها هادي 53 ديكامتر، لانها بقات 7 و 7 وهنا الخمسة، 53 ديكامتر. شنو اللي غتجي موراها؟ هي هادي، لان هادي راه كبيرة بزاف. هادي شنو هي؟ هي قبيلة ديك 0.75 كيلومتر، هي 3 على 4 كيلومتر. شنو غتجي موراها؟ هي هادي حيدناها. الأخيرة هي 37 هكتومتر، هي الكبيرة كاع، 37 هكتومتر. واضح؟ إذا هكذا لما درتي جدول التحويلات غادي تدوخ، باش دور التحويلات وكيبان لك كتكمل بالأصفار في الأخر، هاد الأولى كاع ما ديرش أصفار باش ما يدوخوكش، وكتبقى تقارن، كتقارن من اليسار لليمين، كتشوف هذا شكون اللي عنده أقل عدد في الأرقام هو اللي صغير، حتى كيتقادو بحال هادو اللي تقادو لنا هنايا، عاد كنبدا نقارن من اليسار إلى اليمين، كنشوفو 3 5، شوفو شكون الصغير فيهم هو الصغير. إذا أنت وصلنا لهنايا، واضح؟ نمرو الآن للتمرين رقم 9. تسعنقك أعبر عن كل من القياسات التالية باش بالمتر. أولا هذا 25 كيلومتر، الخمسة نلصقوها في الكيلومتر، خمسة جوج عتجي في الجهة على برا، شحال فيها من متر؟ هل المتر ها هو صفر صفر صفر، شحال هي؟ 25000 متر. إذن هذي كتساوي لها 25000 متر، فيها نكتبها. إذن هي كتبتها هنا، 25 كيلومتر كتساوي 25000 متر. نشوفو التحويل الثاني، 306 سنتيمتر، لصقو 6 في السنتيمتر ونجيو نحطوها ثاني 6 سنتيمتر، الواحد حداها من هنا والثلاثه حداها من هنا. شنو مطلوب مني؟ مطلوب مني المتر، قلت لكم بان كنوصلوا للوحده المطلوبه كندير بحال لا ندير شي حيط،
إذا الحيط شنو كيساوي هو الفاصلة، هي 3.16 متر، 306 سنتيمتر هي 3.16 متر. شوفوا التحويل اللي موراها 3/5، ما عجبنيش جدول التحويل. تسمع عمرك تسمع عدد كسري 3/5، 3/5 كتساوي 0.6، هي 0.6. نديرو بجدول التحويلات 0.6 ديكامتر، يعني الصفر خصو يكون في الديكامتر. فين الديكامتر؟ ها هي، نحط فيها الصفر والستافع تكون عتكون حداها من هنا. 0.6 ديكامتر، شنو مطلوب مني؟ مطلوب مني بطبيعة الحال المتر، إذا هي 6 متر كما كتشوفوا، هي 6 متر. واضح. ندوزو للتحويل الأخير اللي بالمتر، هو 750 مليمتر. إذا الصفر نحطه في المليمتر، فين هو المليمتر؟ ها هو، تبعوا معي مزيان، نحط الصفر هنا في المليمتر، صفر، الخمسة حداه، والسبعة حداه. مطلوب مني نصاوبو بالمتر، إذا عندي 0.750 أو 0.75، هذا ما عندنا به غرض، 0.75، اللي درتيه صحيح، دير 750 ولا 75، ما عندنا به غرض هذاك الصفر. واضح. نمروا الآن للتحويلات الأخرى. شوفوا بالسنتيمتر، نحولو دابا للسنتيمتر ماشي للمتر، جوج لصقوها مع المتر، إنه المتر ها هو جوج، السبعة تجي حداه. إذا شحال فيه من سنتيمتر؟ كنزيدو الأصفار، هي 7200 سنتيمتر كما كتشوفو هنا، 72 متر هي 7200 سنتيمتر. واضح. نمرو اللي موراها، هي 104 ديسيمتر، نحطو الربعة في الديسيمتر، لاصقها مع الديسيمتر باش ما تدوخش، وسير قلب على الديسيمتر وحط فيه الأربعة، ونولي ندير الصفر هنا حداه والواحد حداه. شنو اللي مطلوب مني؟ مطلوب مني السنتيمتر، فين هو السنتيمتر؟ هو هنا، كنزيدو الصفر فقط، وكيجينا الخارج 104 ديسيمتر هو 1040 سنتيمتر. ندوزو للتحويل الآخر، التحويل الآخر كيقول لنا سيدي 41 ديكامتر، شحال فيه من سنتيمتر؟ الواحد لاصقو مع الديكامتر، ونجي هنا تاني عاود نحط الواحد في الديكامتر، الربعة عنديرها حداها بطبيعة الحال، ونقلب على السنتيمتر فينا هو، نبقى نزيد الأصفار تنوصل السنتيمتر، هي 41000 سنتيمتر. وهي كما كتشوفوا 41 ديكامتر كتساوي 41000 سنتيمتر. عندنا أخيرا 85 مليمتر، شحال فيه من سنتيمتر؟ 5 لصقها في المليمتر، ها المليمتر، صوب فيها 5، 8 حداها، ونقلبوا على السنتيمتر، فين هو السنتيمتر؟ هو هذا، كنديروا كما قلت لكم الحائط كنديروا هنا هو الفاصلة، وشحال كتجينا؟ هي 8، هي 8.5 كما قلنا سنتيمتر. دابا نشوفو بالكيلومتر، تحويلات نديرهم بالكيلومتر. إذا رقم الوحدات عندي لصقوه مع الوحدة، هاد الصفر مع المتر، فين هو المتر؟ ها صفر، حداه صفر، حداه ثلاثة، حداه خمسة في كيلومتر، وموراه كاينة أربعة على برا. واضح. إذا شنو اللي مطلوب مني؟ هو الكيلومتر، كيلومتر حدي هنا، عندي الحائط هنايا، الحائط شحال كتجيني؟ 45.3 كما كتلاحظوها هنا، هي هنا بالكيلومتر، 45300 متر هي 45.3 كيلومتر. شوفوا اللي موراها، هذه بالسنتيمتر، الصفر على اللصق في السنتيمتر، ونكمل، فين هو السنتيمتر؟ هو هذا، لصق فيه الصفر، حداه صفر آخر، ثم صفر آخر، خمسة الأصفار، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وكندير ثلاثة هنايا، ومطلوب مني الكيلومتر، إذا حدي هنا ندير الصور، هاد الأصفار مساويين والو، كتبقى لي ثلاثة. إذا هذه 300000 سنتيمتر هي 3 كيلومتر. نمروا للأخير، التحويل الأخير، كتلاحظ 25 ديكامتر، 5 لصقوها بالديكامتر، ونجي نقلب على الديكامتر نحط فيها 5، نجي جوج نديرها حداه، ونقلب دابا شنو الوحدة المطلوبة؟ قال لي الكيلومتر، الكيلومتر ها هو هنا، ما كاين والو، كندير 0.25 كما كتشوفوا هنايا، ها هي 25 ديكامتر هي 0.25 كيلومتر. واضح. نعاودو نشوفو التصحيح، التصحيح ها هو، قلنا 25 كيلومتر كتساوي 25000 متر، 306 سنتيمتر كتساوي 3.16 متر، 3/5 ديكامتر كتساوي 6 الأمتار، 750 مليمتر كتساوي 0.75 متر، ملي ول رجعنا نحولو بالسنتيمتر، 72 متر كتساوي 7200 سنتيمتر، 104 ديسيمتر كتساوي 1040 سنتيمتر، 41 ديكامتر كتساوي 41000 سنتيمتر، 85 مليمتر كتساوي 8.5 سنتيمتر. ملي رجعنا نحولو بالكيلومتر،
45300 متر كتساوي 45.3 كيلومتر، 300000 سنتيمتر كتساوي 3 كيلومتر، 25 ديكامتر كتساوي 0.25 كيلومتر. وهكا كملنا التمرين رقم 9. التمرين رقم 10 يقول كتلته لتر من الماء تساوي 1 كيلوغرام. الكتلة هي الوزن، ديال الكيترو ديال الماء كيوزن كيلو، وكتلة لتر من البنزين يساوي 862 غرام، ولترو ديال البنزين يعني المازوت كيسوى لنا 862 غرام، يعني ما واصلش كيلوغرام لان الكيلو كيساوي 1000 غرام. كملنا وعاءين من نفس النوع، جهزينا جوج بيدويات نفس النوع، باش يقولك زعما ماشي راه واحد ثقيل على واحد، راه نفس الماركه بحال جوج بيدويات ديال الزيت، هذا عمرنا فيه الماء وهذا عمرنا فيه المازوت ولا ليسانس بالماء، الاول عمرناه بالماء والثاني بالبنزين. كذا كانت سعه كل وعاء هو 5 لتر، مثلا 5 لتر ديال البيدود الزيت ديال 5 لتر عمرنا فيه الماء وواحد عمرنا فيه المازوت ولا ليسانس، فاي الوعاءين اثقل؟ راه باين اي الوعاءين اثقل، هذا ما وصلش كيلو نضربه في 5 يعني ما وصلش 5 كيلو، وهذا كيلو يعني نضربه في 5 راه هي 5 كيلو، سهله جدا. ولكن ديروا العمليه باش تزيدوا تتاكدوا العمليه، اذا باش تتاكد بان ما وصلش كيلو غنديروا هذه اللي قال لك كتلة لتر من الزيت من البنزين كتساوي 862 غرام، قلنا الجوج رقم واحد كنلصقوها في الوحده، ها الجوج على لصقوها في الغرام 862، ها 6 ها 8، ايوا فين هو الكيلو؟ باقي ما وصلناش كيلو، اذا شنو غنديروا هنا؟ 0.862 كيلوغرام. اذا هذا كيلو ديال الماء، البنزين 0.862 كيلوغرام، واضح؟ الماء كما قلنا كيلو يعني واحد كيلو، هذا 0.862 كيلوغرام، ما وصلش كيلو. عمرنا اذا نضربو الواحد في 5 هي 5، هانت كما كتشوفوا اذا لاحظ 5 لتر في 1، 5 في 1 هي 5 كيلوغرام، كتلة البنزين 5 لتر في 0.862 دير عملية الضرب هذيك 4.31 باش ما يجيناش الفيديو طويل اصراه طوال. الوعاء الاثقل هو الذي يحتوي على الماء، باين لان 5 كيلو ماشي هي 4.31. فرق كتلتي الوعاء بالكيلوغرام، عنديرو 5 كيلو ناقص 4.31 عجينا 0.69، بغيت نعاودوها لكم هنا، نعاودوها 5 ناقص 4.31 هاد 5 كتجي 5.00، ونديرو ناقص 0 ناقص 1 لا يمكن تسلفو، 10 ناقص 1 9، 0 ناقص 4 لا يمكن تاني كنعاودو نتسلفو، 10 ناقص 4 6، وهنا نهبطوا الفاصلة، هنا 5 ناقص 5 0 هي اللي قلنا لكم 0.69. نمروا الآن للتمرين رقم 11. التمرين رقم 11 يقول لك لإبراهيم وخديجة أربع حبال قياس أطوالها، هي دوك الحبال عندها كوردات ها الطول ديالهم كل واحد بوحدو، 1 2 3 4 ديال الحبال، لقياس طول وعرض حقل مستطيل الشكل استخدم إبراهيم جميع الحبال، يعني هذا وهذا وهذا وهذا، فحصل على طول الحقل، إذا هذا كامل كيساوي طول الحقل، غنجمعوه غنديرو الزائد وصافي باش نعرفو شحال هو طول الحقل، 11.25 زائد 18.6 زائد قلنا الفاصلة على الفاصلة باش ما تغلطش، زائد 10.75 فاصلة دائما على الفاصلة، زائد 23.6، دابا داك اللي بقالك بغيت ديرلو الأصفار ما بغيتش ديرلو لك تيق في راسك بلا ما دير هاد الأصفار هذا. 5 و5 10، نكتبو سنحتفظ بواحد، 2 و6 8 و7 15 و6 21 و1 هي 22، تبقى 2 و1 2، هبطو الفاصلة، 1 و8 9 و3 12 و2 14، نكتبو 4 نحتفظ بواحد، 1 زائد 1 2 1 3 و2 5 1 6، إذا شحال الطول ديالو؟ هو 64.20 أو تقول 64.2 اللي عجبك. اذا هذا هو الطول ديال الحقل، ها الحقل الطول ديالو هو بحال دابا، هذا هو الحقل الطول ديالو هو 64.20 متر طبيعة الحال، لانه استعملهم كامل بربعة، هادو كامل بربعة استعملهم. شنو المعطى الاخر؟ قال لك سيدي فحصل على طول الحقل، اما خديجة فلم تستخدم الا 3 حبال، خديجة خدمت غير 3 فوجدت ان عرض الحقل هو 45.6، إذا العرض ديالو هو 45.6 متر، ها الطول ها العرض. قالك استعملت غير 3، شنو الحبل اللي ما استعملتش؟ باش نعيقو به كي غنديرو غنقصو هاد 64 خدمناهم كاملين،
وهاد 45.6 خدمنا غير 3، غنقصوها هذه غنقصوها من هذه، نقولوا 64.20 نقصوا من هذا الشيء اللي خدمت هي، وحيبان يتفضح لنا الحبل اللي ما خدمتش، فهمتي؟ نقولوا نكملوا 0 ناقص 0 0 2 ناقص 6 لا يمكن، نقولوا 12 نردوا السالب باش ما نساوش، هي 6 هبط الفاصلة، 4 ناقص 6 لا يمكن نتسلفوا ونردوا السالب، 14 ناقص 6 8، 6 ناقص 5 1. شوف هذا الحبل هذا واش عندنا هنا، ها هو التفضح، هو هذا اللي ما استعملش البنت، ها هو حنا فضحناه. تنقال لك ما طول الحبل الذي لم تستخدمه خديجة، هو هذا 18.6 متر. هنا قال لك احسب بالمتر الفرق بين طول الحقل وعرضه، هو هذا اللي حسبنا، ها الطول ها العرض الفرق بيناتهم هو 18.6، هو 18.6 ايضا، واضح. نمر الان التمرين رقم 12، لك اذا كانت كتلة 1000 ورقة من نفس النوع هي 2.5، ديما كيقول لك من نفس النوع باش ما تقولش راه ربما ورقة ثقيلة على ورقة ولا هذيك، كيحدها لك مرة، قال لك من نفس النوع هي 2.5 كيلوغرام، 1000 ورقة فيها 2 كيلو ونص، فما هي بالجرام كتلة ورقة واحدة؟ ب وكتلة 853 ورقة. شوفوا الكتلة، إذا 1000 هاد 1000 ورقة شحال كتحسب بالجرام؟ مادام غنخدمو بالجرام، نخدمو بالجرام، انتبه، 2.5 كيلوغرام شحال كتساوي بالجرام؟ هي 2500 غرام، واضح؟ هي 2500 غرام. اذا باش نعرفوا ما هذا راه 1000 ورقه، باش نعرفوا حنا غير ورقه واحده، اذا هذا 2500 طبيعه الحال نقسمها على 1000 غتعطيني 2.5. من كتقسم على 1000 ديما كنقولوا من كتقسم على 1000 كتبقى تزيح الفاصله، الصفر حيدير الفاصله لهنا، الصفر الثاني حيدها ليه هنا، الصفر الثالث ردها ليه هنا، ولات 2.5. اذا كما كنقولوا من كنضربوا في العشرة كنزيحوا الفاصلة اليمين، كنقسموا على 10 كنزيحوا الفاصلة إلى اليسار. كتلة 853 ورقة هي 853، لأن خرجنا حنا ورقة واحدة شحال؟ هي 2.5، غنضربوها 853 في 2.5 كتعطيني 2132.5 غرام، هي الكتلة ديال 853 ورقة، واضح؟ إذا كتلة ورقة واحدة هي 2.5 غرام، كتلة 853 ورقة هي 2132.5 غرام، واضح؟ نمر الآن للتمرين 13 اللي هو التمرين الأخير. التمرين الأخير قال لك جو كونفيرتي شاك ماس اون غرام، هاد الكتل كلهم غنحولهم للغرام، وهنا بي قال لك جو كونفيرتي شاك ماس اون كيلوغرام، يعني كل كتلة نحولها لكيلوغرام، وغنجبدو جدول ديال التحويلات اللي كيفكلو حايل، وغنخدمو هاد التمرين ديالنا بكل سهولة. عندنا حاجة وحدة اللي خصنا نحيدوها، هي هاد العدد الكسري خصنا نحيدوه، نخرجوه 3 على 2، خرجوه بآلة حاسبة ولا باش ما بغيتي عتجيك 3 على 2 عتجيك هي 1.5، 3 على 2 هي 1.5. إذا 1.5 كيلوغرام غنحولوها للغرام، نحطو الواحد رقم الوحدات ديال الجزء الصحيح مع الكيلوغرام هو هنا، وهنا العشري هنا، يعني الرقم اللي جا اللي من ديالو نحطو اللي من ديالو، شحال فيها من غرام كنزيدوها الأصفار، شحال كتجينا 1500 غرام، هي 1500 غرام كما كتلاحظوا ها هي 3 على 2 هي 1.5 كيلوغرام، هي 1500 غرام. نشوفوا اللي موراها، اللي موراها 200 ملغرام، نلصقوا الوحدات في الملغرام، الصفر نحطه في الملغرام، فين هو الملغرام؟ ها هو هنا، نحط وحده صفر اخر ونحط وحده الاثنان، شنو عندنا الغرض؟ عندنا الغرض بالغرام، اذا 0.2 200 ملغرام هي 0.2 غرام، واضح. طول الفيديو بزاف، انا نحطكم الخارج بنفس الطريقه، خدم كما لصق في الوحده وكمل الخدمه ديالك. الطريقه دابا درناها مرارا وتكرارا تحفظت، ديما من كنجي نحول كنلصق هذا الشيء اللي هنايا في الوحده رقم الوحدات ديالو، دابا هذا 200 ملغرام، كنلصق الصفر مع الملغرام وكندير بجدول التحويلات ونخدم، شحال كتساوي من غرام؟ 0.2 قلنا غرام، هذه 0.75 كيلوغرام، نحط الصفر في الكيلوغرام ونكمل السبعه اللي من ديالو والخمسه اللي من ديالو عاود، كتجيني 750 غرام. 1500 ملغرام يعني الصفر على اللصق مع الملغرام في الجدول ديال التحويلات، نولي نحط الصفر على اليسار
خمسة موراه والواحد موراه شحال كتجيني؟ كتجيني 1.5 غرام، لان الواحد جاني في الغرام والخمسة جاتني هنايا، كندير تما الفاصله ولا كندير داك الصور كما قلت لكم. ندوزو نحولو بالكيلوغرام، كيلوغرام 18000 ميلي غرام كما قلنا الصفر في الميلي غرام، عتجيني 0.018 كيلوغرام. 1700 غرام الصفر مع الغرام كتجيني 1.7 كيلوغرام. 0.05 طن كتجيني 50 كيلوغرام. 1.5 قنطار كتجيني 150 كيلوغرام. 25 هكتوغرام تساوي 2.5 كيلوغرام. وهكا كملنا تمارين صفحة 19 من كتاب جيد في الرياضيات. إلى اللقاء.